هذا القسم الأول يا إخوان في مؤشر في مؤشر أو في معيار السلامة المالية اللي هي مؤشرات الأداء المالي. المعيار يا إخوان قسم المؤشرات إلى مؤشرات رئيسية ومؤشرات تحليلية. المؤشرات الرئيسية هي 5 يا إخوان مثل ما هو ظاهر لكم، وأعطى وزن لكل مؤشر حتى يبين لك مدى الأهمية لهذه المؤشرات. أيضا أعطاك اللي هي مؤشرات تحليلية ووزن لكل مؤشر تحليلي من وزن المؤشر الرئيسي. فمثلا أعطانا نسبة المصاريف الإدارية إلى إجمالي المصاريف، هذا مؤشر تحليلي جيد، اللي هي المصاريف العمومية والإدارية تقسيم إجمالي المصاريف، هذه لها وزنها 80% يا أخوان من 20%، وهذا يمثل تقريبا 16% من إجمالي تقييم الجمعية في مؤشرات الأداء المالي. ولاحظ أن هذا له وزن كبير يا أخوان، له وزن كبير. حتى نعرف أهميته وليش وضع له هذا الوزن الكبير، لابد أن نفهم هذا المؤشر وش يقصد فيه أو شو ليش وضع. المصاريف العمومية والإدارية يا أخوان الهدف الرئيسي منها هي الرقابة والإدارة، الرقابة والإدارة. وأبرز مثال عليها يا أخوان راتب المدير التنفيذي وراتب المحاسب، المصروفات العامة مثل اللي هي مصاريف الكهرباء، هذه كلها تشغيلية عامة لا تقع ضمن نشاط معين ولا يمكن تخصيصها، جيد، فهي لا تخصم مثلا برامج وأنشطة معينة، فهذه المصروفات الإدارية هي تخدم الرقابة. فلاحظوا يا أخوان أنه أعطاها تقريبا 16% من إجمالي التقييم، وهذا يعني أنه هذه النسبة هي مهمة عند الوزارة حتى تعرف أنه هذه الجمعية هل هي مثل ما يقول تضع أكثر مجهوداتها في الرقابة أو جزء كبير من مجهوداتها يتجه للرقابة، وبالتالي سيكون على حساب البرامج والأنشطة اللي هي نشاطها الرئيسي. هذا أمر مهم يا أخوان. فالوزارة وضعت مستهدف لهذا النسبة اللي هي لابد أنها تكون 15% أو أقل، كلما زادت كلما انخفضت حتى تصل إلى 25% فتكون الدرجة صفر مهما كانت اللي هي الدرجة، وبالتالي تكون الجمعية خسرت 16% من إجمالي الوزن أو من إجمالي المؤشر الرئيسي للجمعية. في موضوع يا أخوان فيما يتعلق بالمصروفات، المصروفات يا أخوان احنا كثير مننا ينظر اليها في القوائم الماليه ولا يعني يفهم مغزاها او مؤداها. ترى يا اخوان هذه الارقام هذه لها معاني. المصروفات يا اخوان هي تمثل جهود الجمعيه، جهود المنشاه ايا كان. فانت الان عندك جهود، هذه جهود تعتبر ماليه، فجهودك الماليه اذا كانت منصبه اكثرها على الرقابه والاداره وكانت مثلاً تبلغ 40% أو 50% من المصروفات، فأنا كقارئ للقوائم المالية أفهم من أنه هذه الجمعية لديها نشاط رقابي كثير، أو إذا فهمنا بشكل معكوس أنه برامجها وأنشطتها لن تتجاوز 50% من إجمالي جهودها. وبالتالي أنا كقارئ للقوائم المالية أو كقارئ لتقييم الجمعية في مؤشرات الأداء المالي أفهم أنه نسبة تركيز هذه الجمعية على النشاط الرئيسي لها فيه ضعف شديد. 50% أمر غير مقبول حقيقة. الجمعية لم تنشأ أساساً للرقابة أو للإدارة على النشاط الرئيسي، هي يفترض أنها تمارس النشاط الرئيسي وليست يعني تراقب على النشاط الرئيسي أو يعني خدمات المساندة إن صحت العبارة. فهذه النسبة الأولى، وحبيت أني أشير لهذا الشيء لأنه إذا أخذنا هذا المفهوم نبي نفهم أو سنقرأ القوائم المالية بشكل آخر، بالذات في قائمة الأنشطة اللي هي تعرض اللي هي الإيرادات والمصروفات. النسبة التالية لها يا أخوان اللي هي نسبة عوائد الاستدامة المالية إلى المصاريف الإدارية، ويقصدون بالاستدامة المالية يا أخوان اللي هي إيرادات الاستثمارات والأوقاف. فهذه الإيرادات يا أخوان
هل هي تغطي المصاريف الإدارية تكلمنا عنها قبل قليل أو لا؟ الوزارة وضعت مستهدف 100%، فكأنها تقول أن نشاط الرقابة والإدارة ودنا أن يكون فيه نوع من الاستدامة عليه، وجميعكم يا أخوان يعمل في الجمعيات الخيرية أو له علاقة بالجمعيات، البرامج والأنشطة تسويقها أو دع أو يعني إيجاد متبرعين أنه يتبرعوا لصالحها ويدعمونها أسهل بكثير من أنه تجد شخص يتبرع لأجل أنشطة الرقابة والإدارة. هذا أمر معروف في كل الجمعيات الأهلية على الأقل على حد علمي يعني. فالوزارة كأنها تريد يعني حسب فهمي أنا للمؤشرات بأنه تريد أنه هذه العوائد الاستدامة المالية المستقلة أن تتبادل التبرعات في سنة تكون مرتفعة في سنة منخفضة إلى آخره، خصوصا مع أزمتنا الحالية هذه ممكن يكون في انخفاض كبير أو في انخفاض كبير حقيقة. تريد الوزارة أنها تضمن أن نشاط الرقابة يكون مغطى من الاستدامة، ولكن لا يعني هذا أن هذه العوائد أنها فقط تغطي الرقابة أو المصروفات الإدارية. كلما كانت الجمعية تحقق استدامة مالية في تغطيتها لبرامجها وأنشطتها وليس فقط الرقابة، كلما كانت هذه الجمعية تقوم ببرامج مستديمة ومستمرة ولا يعني مثل ما يقول تتأثر بالتذبذبات التبرعات بارتفاعها أو انخفاضها، وتستطيع أنها تتوسع بإيجاد برامج جديدة. فهذا مؤشر يقيس اللي هي تغطية المصاريف الإدارية من إيرادات الاستثمارات والأوقاف اللي هي تمثل الاستدامة. عندنا المؤشر اللي تحته يا أخوان اللي هي نسبة المصاريف البرامج والأنشطة، وهذا قريب من المفهوم اللي ذكرناه في مصروفات الإدارية، ولكنه يتعلق بجهود الجمعية في البرامج والأنشطة في نشاطها الرئيسي، في برامج مثلا المساعدات اللي هي مساعدات الدخل في مثلا اللي هي جمعيات البر، كذلك مثلا اللي هي في مثلا نشاط التعليم، نشاط الدعوة، نشاط إلى آخره من الأنشطة اللي يعني يخص أو هو نشاط الجمعية الرئيسي. وضعت الوزارة مستهدف أنه لابد أن يكون نسبة هذا المؤشر هي 75% أو أكبر حتى تحصل على درجة كاملة. ولاحظوا يا أخوان أنه هذا يمثل 60% من 45%، وبالتالي هذا المؤشر لاحظوا أنه أهميته حتى أكبر من أهمية نسبة المصاريف الإدارية على أهمية المصاريف الإدارية. فإذا كانت 60% من 45% تقريبا، إحنا نتكلم عن حول 30% تقريبا، يعني 37 إلى يعني حول 27 أقصد إلى 30% تقريبا من إجمالي التقييم، يعني لابد أن تكون نسبة المصاريف البرامج والأنشطة تحقق 75% من إجمالي المصروفات للجمعية. إذا نزلت عنها ستنخفض الدرجة حتى تصل إلى نسبة الصفر. عندنا هي نسبة المصاريف الإدارية للنشاط إلى إجمالي مصاريف النشاط، أيضا هذه لها أهمية، فأعطاها 40% من 45%، وبالتالي هي لها تقريبا حول 15% ما لا تقل عن 15% من إجمالي التقييم، وأعطانا مستهدف أنها لابد أنها تكون 15% أو أقل. هذه المصاريف الإدارية يا إخوان نسبتها إلى إجمالي مصاريف النشاط. عندنا مصاريف إدارية يا إخوان محملة على النشاط، مثل إيش يا إخوان؟ مثل أبرز مثال له يا إخوان، في كثير من الجمعيات الأهلية عندها موظف ما يعمل فقط مثلا في النشاط، يعمل للنشاط، يعمل الشؤون المالية، الموارد البشرية، تنمية الموارد المالية إلى آخره، بالإضافة إلى أنه يمارس النشاط. أنا أعرف بعض الجمعيات بالذات الصغيرة، يعني أحد جمعيات البر كان عنده، وهذا لا يعني ترى أنه شيء سلبي، بالعكس هذا شيء إيجابي أنك توظف الطاقات الموجودة وتستغلها أكبر استغلال ما دامك أعطيته حقه يعني بحسب النظام والمتبع. أحد الجمعيات كانت لديها موظف هو يوزع السلال الغذائية للجمعية، وهو نفس الموظف هو مسؤول تنمية موارد مالية
وايضا يعمل في الموارد البشريه او شؤون الموظفين. ف هذه الجمعيه يعني مثلا هذا راتب الموظف هذا احنا ننظر له على انه بشر، لكن ماليا لا ننظر له على انه بشر، ننظر له على انه تكاليف على انه رواتب. جيد، بغض النظر عن الاخوان اللي ممكن يقول لا تنظر لها النظره، لكن ماليا لابد، ترى الماليه ناشفه، ما هي رطبه مثل ما يقال. هذا الموظف راتبه معناها يعني يمكن توزيعه الى عده انشطه، فممكن يخص النشاط الرئيسي جزء من راتبه، جزء منه يخدم اللي هي العموميه والاداريه اللي هو الشق اللي يتعلق بالموارد البشريه، الشق اللي يتعلق مثلا في تنميه الموارد الماليه يدخل في جمع الاموال. فهذا موظف واحد. عندنا مصاريف اداريه ستكون محمله على النشاط. الوزاره مثل ما يقول كانها تميل الى التخصص، خصص، حاول انك تخصص، حاول انك معذره ان سمحت لنا 9 دقائق ان شاء الله ونبدا بالاسئله. اي سم كم الساعه الان؟ ترى انا اي معنا الان 9 دقائق وبعدها ان شاء الله ناخذ ربع ساعه في الاسئله. سم جزاك الله خير. اي نعم. طيب ما بعدها اللي هي المؤشر الرئيسي الثالث اللي هي مؤشر الاستدامة، وأعطوه ثلاثة مؤشرات تحليلية، نسبة مصاريف الاستدامة إلى إجمالي المصاريف، وهذه نفس المصاريف لكن عندنا نسبة مصاريف الاستدامة إلى عوائد الاستدامة. يا أخوان إذا أخذناها بربح وخسارة، هل إذا كان الإيراد أقل من المصروف هذا مجدي يعتبر العمل فيه؟ لا شك أنه لن يكون مجدي إذا كانت الإيرادات أقل من المصروفات، هذه خسارة. وبالتالي هو يريد أنه يعرف هل هذه العوائد هل هي فعلا تحقق استدامة، ولا أنا قاعد أتكبد لأجلها مصاريف إضافية. طبعا بعض الأخوان قد يقول أنه هذه يعني تقيس معناها الأداء، ويعني أنها تحقق يعني أرباح أو تحقق يعني إيرادات إضافية للجمعية أو كذا، لكن ترى يا أخوان من وجهة نظر حوكمة أو رقابة ترى لها منظور آخر. هذا الأمر إحنا كمراجعين ننظر إليه على أنه كأنه يعني مؤشر مثل ما يقول إشارة حمراء على أنه قد يكون هناك تعارض مصالح، قد يكون هناك هدر مالي، قد يكون هناك سوء تصرف. طبعاً قد وليس أكيد، ولكن أنت إذا وضعت الإشارة هذه تتحقق من هذا الشيء، ثم بعدين يتبين لك هل هذا الشك يعني صحيح أو في محله أو في غير محله. النسبة التالية لها هي نسبة العائد من الاستدامة إلى إجمالي أصول الاستدامة. فهو يقيس الآن الاستثمار، أنا لو اشتريت الآن يا أخوان عقار بقيمة 10 مليون ريال وكان الإيراد منه السنوي 1,000,000 ريال، هذا الإيراد هو يمثل 10% من إجمالي الاستثمار أو تكلفة الاستثمار. هذا المؤشر بالنسبة لنشاط العقارات لا شك أنه يعني يحقق نسبة لا بأس فيها، ولكن نفترض أن العائد للاستدامة يحقق 200,000، في الحالة هذه بيكون عندي قريبة 2% من إجمالي تكلفة الاستثمار. فهذا بالإضافة إلى أنه قد يشير إلى أنه عدم أو في ضعف في استغلال الأصول للجمعية، يشير أيضا إلى محاباة في القيم الإيجارية. أنا أتكلم يا أخوان من وجهة نظر رقابية وحوكمة، ولا أتكلم من وجهة تقييم، لأنه موضوعنا حلنا في معيار السلام عليه هو معيار حوكمة. فيعني هذه النسبة تشير إلى أنه قد ولا يلزم، لأنه فيه ممكن يكون فيه الأوضاع الاقتصادية العامة أدت إلى هذا الشيء، شرينا الأصل أو العقار في وقت كان مرتفع أسعاره ثم بعدين انخفضت اللي هي الإيجارات بسبب الوضع الاقتصادي. هذا مبرر جيد لكنه يتبين بعد الفحص بشكل دقيق. جيد، أنا أمشي على اللي هي النسب الأخرى. نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي المصاريف هذه نفس السابق يا أخوان، أيضا نسبة مصاريف جمع الأموال إلى إجمالي التبرعات. يا أخوان حنا عندنا إدارات تنمية موارد مالية، إذا كانت هذه الإدارات تكلفنا أكثر مما تحصل لنا هذه إشكالية، معناها أنه هذه الإدارات
إدارات غير كفأة وإدارات غير جيدة، وفي مؤشر سلبي جداً على هذه الإدارات. الوزارة وضعت مستهدف لهذا الأمر بأنه لابد أن تكون مصاريف جمع الأموال لا تتجاوز 10%، فلابد أنها تكون أقل من 10%. بمعنى أصح أنه إجمالي التبرعات كحد أدنى لابد أنها تكون 9 أضعاف جمع الأموال أو المصاريف أو أكثر، مصاريف جمع الأموال. فهذا مؤشر مهم، مؤشر مهم على الهدر أو غيره. المؤشر الرئيسي الأخير اللي هو قدرة المنظمة على تغطية التزاماتها المستقبلية، عندنا مؤشر 2، وهي مؤشرات حقيقة ذات أهمية كبيرة، ولو الأمر لي حقيقة لو وضعت وزن أعلى لهذا المؤشر، ولكن هذا الموجود. اللي هي أول قال لك نسبة النقد وما في حكم، أنا أود أن أسهلها وأختصرها لكم، هذه معادلة. هذا المؤشر يا أخوان هو يهدف إلى قدرة الجمعية على أنها تفي بالتزاماتها تجاه المتبرعين. فأنا استلمت الآن تبرعات مقيدة أو تبرعات لصالح شراء أوقاف، فيفترض أن هذه الأموال موجودة في الحسابات المصرفية ولم يتم التصرف فيها. اللي تم التصرف فيه اللي هي الإيرادات المقيدة اللي أو الإيرادات أسفل غير المقيدة والإيرادات المقيدة التي تغطي فقط المصروفات التي تخص النشاط نفسه. جيد. فأنا إذا تبقى لدي رصيد أو إيرادات مقيدة لم يتم صرفها، أو أنا جمعت الأموال النقدية لصالح شراء أوقاف ولم أتمكن من شرائها الآن، وهذا مش إشكالية، يعني أنا راح حلول السنة القادمة. ولكن إذا كان النقد، إذا كان النقد الإجمالي لا يغطي هذه الأموال، أنا عندي إشكالية. فأنا أتحقق منها من إيش؟ من صافي الأصول المقيدة إضافة إلى صافي الأصول النقدية باعتبارها هي القيمة المتبقية للإيرادات المقيدة والإيرادات النقدية للأوقاف، أقسم عليها النقد اللي هي السيولة المتاحة لابد أن تكون 100% وأكبر، على الأقل 100%، بمعنى أنها تغطيها هي فقط. فلو كانت أقل من 100% أعلم هنا يقيناً أن هذه الجمعية صرفت أموال في غير ما خصصت له من المتبرعين، وهذه إشكالية عند إدارة الجمعية يعني ما هي بسيطة. طبعاً في احتمال آخر اللي هو احتمال أنه يكون المحاسب نفسه، أنا أخصص المحاسب بأنه لم يرفع القيود عن الإيرادات المستخدمة، وهذا وارد، وهذا محور من محاور لقائنا اللي سنستعرضه غداً إن شاء الله تعالى فيما يتبقى من الوقت، لأنه هذا أمر مهم جداً يا أخوان. وأنا وجدت كثير من الجمعيات الأهلية ما محاسبينها ما يعمل اللي هو رفع القيود ولا يعمل إعادة التصنيف كذلك، وهذا موجود في المعايير. آخر نسبة يا أخوان اللي هي نسبة صافي النقد والاستثمارات المتداولة إلى المصاريف الإدارية التقديرية. هو يريد الآن أنه يعرف أنت موازنتك للمصروفات الرقابة العمومية والإدارية هل يمكنك أن تغطيها أم لا بعد خصم المديونيات التي عليك؟ ولها معادلة، أنا لن أدخل في المعادلات يا أخوان، ممكن الرجوع لها في نفس المعيار، وثيقة المعيار، لكن عندنا حنا النموذج اللي عمله مكتبنا ممكن نستعرضه، وهو يسر لكثير من الجمعيات الأهلية في حسابها الأمر هذا. فهذه النسبة الأخيرة يا أخوان تقيس قدرة الجمعية على أنها توفي بالتزاماتها تجاه الآخرين، ليس المتبرعين وإنما تجاهات الآخرين اللي الآن ديونهم حالة أو سنتولى أو سنصرف مصروفات خلال السنة القادمة. ولاحظوا يا أخوان أنه عندنا 70% من هذا المؤشر تخص اللي هي التبرعات أو الوفاء بالتبرعات أو بالتزاماتنا تجاه المتبرعين، وهذه نسبة جيدة، نسبة جيدة، ويدل على أنه الوزارة مهتمة في أنه الجمعيات الأهلية توفي بالتزاماتها مع المتبرعين، وهذا شيء أساسي ومطلب شرعي قبل أن يكون يعني مطلب نظامي أو تنظيمي. نعم. أنا إذا أذنت لي أخوي محمد في عندنا شريحة ممكن نعطي نظرة أخرى للمؤشرات السابقة. إحنا عندنا مؤشرات ممكن نعيد تقسيمها، سابقا الشريحة السابقة قسمتها إلى مصاريف إدارية
مصاريف برامج انشر الصدام وجمع اموال وقدرتها المنظمه على تغطيه التزاماتها. انا احاول انظر نظره اخرى باعاده ترتيب بعض المؤشرات التحليليه. مؤشرات اللي هي المصروفات الى اجمالي المصروفات، هذه تبين اتجاهات انشطه الجمعيه. هل هي متجهه للمسانده اللي هي تتعلق بالعموميه الاداريه وجمع الاموال، ام هي متعلقه بممارسه النشاط الرئيسي؟ مؤشرات الاداء المالي تعطينا أي، هذه وظيفه من وظائف اللي هي مؤشرات الاداء المالي او فائده تعطينا اياها، وهذه اتبعناها يا اخوان في طريقه تصميمنا للنموذج في لعلنا نستعرض حتى ما نطيل. طيب استاذ سليمان، هل ممكن لاهميتها، انا اشوف الشريحه هذه مهمه، هل ممكن نبدا فيها لقاءنا غدا؟ ما اللي ترى حتى نعطيها حقها، انا ما ودينا ناخذها بوقت سريع. لا سم، تفضل. الله يجزاك خير. وبالنسبه للاخوه المشاركين نشكرهم صراحه على التفاعل الكبير، ومن حقهم علينا ودنا نطرح يعني اكبر قدر ممكن من الاسئله. (تصفيق)